قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام، مع تأكيده مرة أخرى على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجاء في نص القرار رقم 2554 الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية أن مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 من أكتوبر من العام 2023. وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه في مقابل امتناع 2 عن التصويت. وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن. من جانب آخر، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي في أفق إيجاد حل واقعي وعمل ودائم قائم على التوافق.